بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. تم بعون الله تعالى تحرير حلفية من جيش الأسد حاجز المشفى الوطني والحاجز الغربي، وتم قتل العديد من جنود الأسد والشبيحة، وتم تدمير عدد من العربات واغتنام كثير من الأسلحة واغتنام عدد من العربات. ولله الحمد، جزاء فاروق حماس ومحافظة حماة، وللحمد لله رب